ان شاء الله بعد مده قصيره لاننا نكونوا انتصرنا على هذا الوباء، والانتصار على الوباء ما تيجي الا بالتزامنا والا بالتعاون ديالنا والا بالتضامن ديالنا وبالتوعيه ديال بعضنا. وتلاحظ يوميا الاعداد المتزايده للمصابين بهذا الداء. تلاحظ كذلك الاعداد المتزايده للوفيات. كذلك نحكم هذا الوفاء بالوضع باش ان شاء الله مدينه مكناس يصبح فيها الصفر حاله. فالجهودات المبذوله من طرف السلطات المحليه بكل تراتبيتها وبكل انواعها والجهودات المبذوله من طرف المجتمع المدني فهي تتهدف لواحد النتيجه واحده وهي الوصول الى صفر حاله من الوباء والقضاء على هذا الوباء في مدينه مكناس اللي تنعرف جميع. عليكم محمد الريبي جمعيه المغرب المكناسي فاعل جمعوي التنسيقيه ديال الجمعيات. حنا تقريبا 22 جمعيه تنشتغلوا في هذا العمل الجمعوي وتنشتغلوا جانب السلطه. ملي بدا كوفيد حنا متبعينه ومتبعين تعليمات ديال الصحه وتعليمات ديال السلطات المحليه. اللي كاين هو مؤخرا بدينا تنكثروا من الحملات التحسيسيه لان الوباء بدا تيكثر. الحمد لله السكينه بدات تتجاوب معنا والدليل هو ان الحديقه اللي كيف تتشوفوا هي خاويه. تعطات تعليمات على انه الثمانيه تكون خاويه وهي خاويه بوحدها يعني بدون يعني ما يكون شي حد اللي تيقول لهم ما يجلسوا شيء. الناس بدات تفهم وتلتزم بالتعليمات ديال زائدا ان 10 ديال الليل تهضرتي في مكناس ما تلقى لا قهوه لا حنان حتى شي حاجه. التعليمات ديال السيد العميل تحترمات تحترمات بالحذافير ديالها. نتمنى ان الساكنه تزيد تلتزم لان الالتزام ديالنا بهاد القرارات هذه الجديده غادي يخلينا نخرجوا من الوباء. تبارك الله على المغرب العربي بريس اللي حاضره معنا وتتبع معنا حتى هي كتحارب معنا الوباء. مشاركه ومساهمه ديال الفضاء الجمعوي في توعيه المواطنين وتوعيه ساكنه مدينه مكناس ساكنه حي البرج بصفه خاصه بالخطوره ديال هذا الوباء. اولا التوعيه ديالهم من اجل اولا الالتزام بكل القواعد ديال الامان ارتداء الكمامه التباعد الاجتماعي استعمال كل المعقمات. فهذه الحمله هذه هي نتيجه ديال مجهودات مشتركه ما بين المجتمع المدني والسلطات المحليه بمدينه مكناس وخصوصا بالدائره 13 اللي حمله تنتمناو باش تعطي نتائجها على مستوى التوعيه على مستوى اخبار السكان بخطوره هذا الوباء وباء كورونا. كذلك باش نوعيهم بان ارتفاع المنسوب ديال الاصابات كثير بان الوفيات في تزايد. هو دائما فعاليات المجتمع المدني في منطقة برج مولاي عمر كتقوم بالحملات التحسيسية والتوعوية اللي كتشمل منطقة المنزل بأكملها. اليوم كما شفتوا معنا في الحملة التحسيسية اللي شملت بعض الأحياء الشعبية في منطقة البرج وكذلك اللي مرينا على المقاعي باش يحترموا التباعد الاجتماعي ويديروا لابافيت ديالهم وسط المقاعي وكذلك اللي مرينا الحديقة اليوم اللي كتشوفوها اللي مرينا لها باش نشوف واش المواطنين ولاو يحترموا القوانين واللي لمسنا واحد نظرة إيجابية كمجتمع مدني في إطار هذه الحملات كاملة اللي كنا كنديروا أن المواطنين ولاو يحترموا الشروط ديال التباعد ولاو يديروا الكمامات ديالهم ولاو أن الجرادي كيخوا مع الثمانية في المقاهي كيجلسوا بعد شوية. المهم نتفائلوا خيرا بمدينة مكناس ونطلبوا من الله أنه يرفع علينا هذا الوباء. شكرا.